حصاد العالم من الربيع، معي أنا حوراء ربيعي، أهلا بكم. استهدفت غارات صهيونية ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية، وأفادت وسائل أعلام يمنية بأن الغارات الجوية الصهيونية استهدفت خزانات نفط ومحطة الطاقة في ميناء الحديدة. وتأتي الغارات غداة استهداف الحوثيين لتلي أبيب بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم الأحد إنها ستعزز قواتها في الشرق الأوسط بقوة عسكرية إضافية. وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الدفاع لويد أوستن بتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لرد أو ردع أي اعتداء. نعى حزب الله اليوم الأحد استشهاد القيادي نبيل طاووق إثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وذكر بيان للحزب أن قيادة حزب الله تزف إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل طاووق، الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع إثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح. أعلن حزب الله اليوم الأحد رسمياً استشهاد القائد في الحزب علي كركي بقصف صهيوني. وذكر بيان للحزب بكل فخر واعتزاز تزف المقاومة الإسلامية إلى أهل المقاومة والشهداء القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي أبو الفضل، والذي استشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك. للمزيد من الأخبار تابعونا على الموقع الإلكتروني الرابعة دوت تي في. إلى اللقاء.